يا جماعة أمي ما بتعرف إنه حملت بيري بكيف. شو فيها شوفي. طلع شعر الصبي. الله لا يسامح عدوي. الله لا يسامح العدوي. إيه والله. يا عمري. بدي أروح أكمل على الولد. بدي أروح أكمل على الولد. يلا نعيم سلفا. الله ينعم عليك ول. كمان يا حكي. يا الله شو عمل بس الصبي لك تعال هون رح يجنني. لك اعطيني هالولد بقى شعب تربطي له شعره. بدي بس خصله باي باي شعراته باي باي بس يطول ومنظبطه. شو بابا؟ يا عمري يا عمري يلا 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 قبل ما نروح لحظة شوي يا جماعة إذا كنتوا جداد على القناة بتمنى ما حدا يكرهني من ورا هالموقف هذا لأنه مثل ما خبرتكم هي سنة وبنفس الوقت منشان يقوى شعره عرفتوا كيف؟ إذا كنتوا جداد على القناة ما تنسوا تحطوا لنا لايك وشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لتكونوا جزء من عائلتنا. أنا متحمس أروح والله أنت مجرم أروح أحلق له الولد بس هارون طهره عرفتوا كيف؟ بدي أروح أطهره فضحه بس طبي فضحه فضحه لك, لك والله لا أخرب له الدنيا بعد هذا الفيديو على شو اسمه أشترك. على المولد لك ما في شيء على الجزء صارت تخاف مني ما في شيء بدنا نروح هلا نقص له ونروح نطهره وانا اخذت علي هاي بضل بعمل ايه ولاد ولك وين الولاد يا ويلكم اذا ما بتعدوا على الاقاليد والله لا طهركم انا صاير دكتور وماني خبر علي ما علي لا جنن الولاد كلهم تفضلوا معنا يا جماعه الخير لنروح نبلش مع كيفن يا ماما شو عمل فيك بابا شوهك هي عم اشبك ما في شيء حياتي ما في شيء في كل الدقون حبيبي اروى 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 هيك خليك رايق مع الصبي شيلي هدولي طالع لي ايديك الحلوين يلا يا حبيبي اعطيني التيتين هلا ايش عم تعمل تشلحوا اول شيء اه اوكي صحيح بدنا نحممه نحممه يا عمري يعني تشلحوا للولد هو بيروق اساسا بس يشلح ايه بيكون مشوب هيكتي انتي تعي حبيبي حبيبي انا الولد دغري بينمغص حبيبي عمل هيك هيك سحب لي من فوق يا يا علي يا علي شلون جهزت يا 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 طبعا الماكينه عقمتها انا وجهزت كل شيء أكيد. يا جماعه جهزت طبعا عقمت الماكينه فطبيعي بعد الحلاقه رح مع ذلك رح جلده حساس رح يتحسس شوي بس فرجيني فرجيني شوي يا عمري طلع كيف عم يطلع فيني عارفين لك طلع هذا بابا شوهك؟ هذا بابا شوهك؟ لا الا بابا بيحبني بده شعراتي كم جدانه؟ الا الا بده شعراتي بده شعراتي يطولوا تعا يا عمري تعا يلا يا حبيبي يلا يلا يا حبيبي يلا هي اول حلقة لك بروحي مامي انا يا عمري شو صار فيها الصبي؟ انت شو عملت فيه؟ شو عملت فيه؟ اللي لازم نعمل يا عمري في دواليب كتير براسه هلكوني هنين يعني ايش من عملت بدي احلق لك شاب حاولت تتهرب عشان تطلع عسكري منتك عسكري هلا انت عسكري عندي ها شايفين شعراي بدك تمشي عكس الشعرة شو انت معسبة يا روحي طلع الزين من الحمام طلع الزين يا عمري انا نعيمه عم يزور عمري شو بك انت قضيتها شواح من واحد جوا يا شعراته دراه شعراته الغنيه ومريم كمان عملنا فيها نفس الشيء عادي يعني مريم على اساس ما في عمري شعره بيقوى شعر ناعم هذا شعر البطن بيقوى شوف شوف وكلهم كلهم حتى بيعرفوا يا عمري ايوه برافو علي انا مالي قلب ابدا امي هربت امي هربت هي قلت له خلاص تركوني يا عمري يلا لبسي لناخده لأنه قرب موعد الطهور يا عمري هلا قديش بده يبكي مالي بس معنا ولا طلع صوته ولا عمل شيء ما عمل شيء معنا بس أول شيء بيجي من صوت بعدين خلاص خاف أول شيء من صوت الماكينة بعدين ما حكى ولا كلمة بابا يا عمري يا عمري شلون نايم يا جماعة شايفين هاي حركة إيده هون حاطة على أذنه على هيك على جنب راسه مين بينام هيك مين بينام هيك ايوه اوكي شفتوا هيك حضر الجنابه عرفتوا كيف بطني كمان. من وقت ما كان ببطنه كمان نفس الحركه هي شايفينها ايده لا لسه ايده كانت هيك معموله هيك ما كان هيك, هيك بيحطها شايفين كيف نفس الحركه هي تماما ما كان يخلينا نشوف ملامح وجهه عذبنا كثير
اذا بتتذكروا اخذت اكلت لحتى ورجعناه طلع جوعان الافندي، قام صار يتحرك لحتى قدرنا نشوف ملامحه. هو من كثر ما كان يتحرك باخر اشهر ببطني هيك صار عليه كسر نوم. فهلا بدنا نقوم نروح منشان الطهور لانه صار موعد الدكتور منوشي. ممنوع تفوتي لجوا مهما كان. يا الله ما بصير، كيف يعني ما اكون جنب ابني؟ ما بيصير النظام هون. مين طيب الدكتور بده ياخذ راحته، نحن يعني هلا بده ينوجع شوي يعني، بس انه نحن ما رح نتحمل، فساعتها رح نلبك الدكتور والدكتور ما رح يعرف يتصرف مع الطفل، موضوع حساس. شغلته من العشر دقائق للربع ساعة. قومي قدامي يلا يلا حبيبي يلا تعا عم طهرك. انتو هاد ولد عم يعملوا له طهور؟ في ولد عم يبكي جوا. يا امي يا مامي ده فضح الدنيا الصبي. ايه كلهم هيك، كلهم يا عمري يا كلهم هيك اجباري. عم يبكي من قلبه. روحي ماما معيش يا بدك تتحمل تحملنا يا عمري. لو سمحتي نفش فينا هاد ننوش. هلو هلو كيفن دكتور؟ عمره مناسب هلا بالنسبه افضل عمر، بالعكس بنفضح له، كل ما كان الطفل اصغر كل ما كان احسن. تمام. وانا بالنسبه لي بين اليوم السابع واليوم العاشر هو البيرفكت. هلا هو 18 يوم. 18 يعني متاخر شوي عن البيرفكت بس يعتبر جيد، اما يجيبوا لي ست سبع شهور حرام بيتعذب شوي شوي عليه. انت دكتور شوي شوي عليه الله يخليك. ابني كيف ابني بطهر خلص ما راح نحكي. وانا برايي نتركه واخذها وننزل، يعني هي ما راح تتحمل هون الضل. والله الصوت يعني الام قلبه اكيد ما راح يستحمل، ما بده تنزله يعني، بس بعد شيء مسافه بسيطه عصبه، لانه المشكله نحن بنطهر بالغرفه اللي جنب الاهل. أيوة. بيسمعوا الصوت. ايوه الامور تمام ان شاء الله مثل ما انك شايف. احيانا الاهل بيسالوني السؤال بقول لهم على الانتصاب ممكن يطلع نقطه دم، بيقول الدكتور معقول طفل صغير يصير عنده انتصاب؟ ايوه بيصير واضح بيصير انتصار، لازم يصير عنده حتى لو عمره يوم واحد بيصير عنده انتصار. ايوه اموره تمام ان شاء الله من ناحيه الطهور بامان. رح نرجع على الغرفه الثانيه 10 دقائق ليس اكثر، وبجوز الله ييسرها حتى بخمس دقائق ليس أيوة. اكثر اكيد راح نحط له مخدر بس بدي البكاء لا بدي. ما بتنصحنا بانه تخدير عام؟ لا اكيد لا. ما فينا ابدا لا انصح فيه، بس بعض الناس هن بيطلبوا التخدير كان بدهم الطفل يكون نايم ويطلع نايم. هن حرام مشان ما يوجعهم قلبه. حرام كمان على الطفل تخدروا تخدير كان. يا بابا ايه عم يضحك شفتي؟ ايه شفته. انت جاهز؟ شو جاهزين؟ خليك قوي مامي يلا. قديش وزنه؟ تمام الحمد لله زايد 4 كيلو. 4 كيلو؟ لك وين 4 كيلو؟ زايد 4 زايد 400 شو 400 500 جرام. 500 جرام عفوا. هو كان عمره 4 كيلو. كان 2 كيلو و900. كان 3 كيلو اخر مره رحنا عند الدكتور. هلا شو قديش زايد؟ 500 كيلو. 500 كيلو نصف كيلو. ايوه نصف كيلو. طيب هي اخذوها طبيعي. اخذوها 10 دقائق ان شاء الله تعالى بنرجع لكم اياه. نحن راح نشتغل بالغرفه اللي هون. دكتور هذا مدلل، ها كلهم شايفون كلهم عم يستنوا مثل ابني تماما. 10 دقائق بنرجع ان شاء الله ان شاء الله. ننوش اهدي بخيات ربك لا تبلشي. لا اهدي كرمال. انا للصراحه يا جماعه انا والله العظيم كنت بدي اخده بالسرقه من البيت واجي طهره، ما بدي نانسي تكون موجوده لانه هلا بعرف هلا بس تسمع صوته طبيعي. ما بلش لسه ما بلش فكله الحفاظ لسه ما عملوا له شيء هذا الولد لسه. ايه خلاص طيب ايه ماشي خلاص. ابنك عم تسمع صوته بالغرفه الثانيه اوكي ما في شيء انه خلاص عادي ما في مشكله. ننوش الدكتور عم يغني له والله. لكن المشكلة نحن هون ما لنا يعني، لو ليه ما خلونا ندخل معه؟ ممنوع خلونا نوقع على ورق انه وقعنا انه ممنوع. ايه ما بيصير لانه من لابكو بصير بكون شغله بيصير بشغله عن جد. خلينا نشوف هلا بيجيب العريس من هون وبيدخل بيطالع عريس غير شكل. وصل العريس وصل العريس خلاص. يا عمري يا بابا يا عمري تعال عندي خديه لا يا عمري لا يا عمري سلامتك بابا ايه خلصنا ها شوف يا عمري يعطيك الف عافية صدقا. 7 دقائق مو 10 دقائق الحمد لله. امور تمام التمام ما في اي نزف
الم ما في حاليا، اذا بده يكون في الم بعد نصف ساعه لانه حاليا مخدر، بس حتما بده يكون خايف من هول المعركه. معركه الاهم من الطهور هو التعليمات والمتابعه. ايوه الطهور. بس ما اخذ 7 دقائق، ما شاء الله عليك دكتور، يعطيك الف عافيه. بسام النعيمي بعجمان، هو عن جد والله العظيم، ها شلوا من المعقم دكتور. بسام النعيمي بعجمان صدقا، ما شاء الله عنك، يعطيك الف عافيه. روحي. سكت سكت. ها شايفه ما حكى شيء؟ شفته؟ شفتي يا عمري انا يا بدي اشوف بعد نص ساعه. ما بقى هو بس بده العفو، بس بده يبول يمكن. لا اذا بول بتوجع له شوي وخلص وانتهى الموضوع. انا راح اعطيكم التعليمات بحيث ما يحس بالالم ابدا، واذا طيب تطبقها مزبوط ناخذ نتائج جماليه ممتازه اذا الله يسر. جماليه دكتور؟ ابدا، يا طهور تجميلي، مو انه والله خلص تم لطهور وخلص. أيوه. لا بيطلع طهور تجميلي، يعني صح ناخذ شكله التشريحي النظامي. صحيح. في شاشه حطوا لي حوله، راح اشبه لك اياها في هي. ايوه. الشاشه لفيتها نصف لفة تعليقة صغيرة. أيوة. الشاشة ما لفيتها 10 لفات، لا بس نص واحدة، أو خلينا نقول واحدة. الشاشة ما أنا ملزقة والله بالدم، لا لا ما عندي ولا نقطة دم، لأن مستخدم الكي الليزري، لذلك الجلد ناشف وحطيتها فوق منه، الهدف منه تعزله عن الجراثيم ويكون فيها شوية مضاد حيوي. أيوة. هاي الشاشة ممكن تطيح توقع لحالها اليوم، إذا طاحت بنناقص عنها، لا تحطوها مرة ما بهم أمرها، خلص بنناقص عنها. بس إذا ظلت لبكرة الصبح بدنا نخلص منها نشيلها. شلون بنشيلها؟ هاي هالشاشة هيك نمسكها من هون باليد، شدة صغيرة بتطلع، إذا قلبك قوي قوي قلبك منيح وشدة. ما استرجعت الشدة طريها بشوية زيت زيتون 10 دقائق ربع ساعة، شدة صغيرة بتطلع. زيت زيتون. نعم. آخر الاحتمالات ما شالت معنا أو قلبك معنا أو لهالدرجة إنك تشيلها، غطس بمغطس ماء دافئ شوي 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 بتطلع. الحل الاخير ماستر جيت جيب لي اياه بكره الساعه 6. لا قلبنا قلب، ما تخافي. لا 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 عمري عمري يا عمري. لا تزعل انت، لا تزعل انت، لا تزعل لا تزعل لا تزعل يا بابا. تعال البس اغراضنا. يلا لبسي لبسي حرام. لفين المراهم هذول؟ عندنا الميبو والفوسيلين، هذول عباره عن كريمين، هذول راح نستخدمهم اعتبارا من بكره. ماشي يا ابو ميبو والفوسيلين. اوكي نخلطهم مع بعض وندهن الجرح 3 مرات في اليوم 10 ايام، هي اعتبارا من بكره. حتى لو وقعت الشاشه اليوم لا تحطها. تمام. يعني اذا لو فرضنا اليوم سقطت الشاشه ما في داعي تستخدمها، خلص. يا جماعه شفت شغلي؟ اشوف هذا كمان مطهر، كني كيف متمدمد. هذا مو مطهر، هذا مخدر، لانه في هون جنبه محل بروستيد اكل ومخدر. شاورما وبروستيد يا عمري. خليني نشوف كيف فين بالله. عمري لساتك زعلان انت؟ عم يزورنا هلا بعد شوي، بس يروح المخدر رح ينوجع. هلا جبنا له الادويه رح نعطيه فورا. في شيء بده ياخذه هلا؟ هلا هلا مباشر بالسياره اعطيه. ما صدقت ما صدقت وصلنا على البيت لك. ابنك لسه طهوره، لسه الصبي مطهر. يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري، كيف عامل ايده؟ خايف خايف بي، هي حركه خوف، هي مدري حركه هي تبع ايش اسمه، عرفتوا بيعمل فيها هيك؟ استسلم انه هو مخطوف. يا عمري تغطى انت، ايش بك قصر لك على الاغراض؟ لسه ما لحقنا نوصل على البيت يا جماعه، طارت هيك انقضت فوق الاغراض. الله وكيلكم، ايش بك؟ حياتي بدي اكد على الطلبيه، بدي اشوف في قصص. شايف هدول نص ترجيع انه هذا الشيء ان الهي ينقرض، لا ارتاح منه. حبي في هدول كلهم كلهم ترجيع بدي رجعهم. هدول ثياب مريم لسه بدي شيك عليهم، لسه ما لبستها اياهم، فثيابي انا يعني ما شيكت عليهم، بدي اطلب غير طلبيه، عرفت شلون؟ فانتظروا الفيديو بقناتي، رح نزل لاميرو ثيابها، بعدين انا بس توصل طلبيتي بعمل لكم فيديو. ايش اسم قناتك؟ اسمها نوش. والله اذا ما بتعرفوني يعني على فكره لازم قناتنا نوش. لا عن جد لازم تكون، انا توقعت بس تفتح القناه انه يكون هلا يعني فيها حاليا اقل شيء 500,000، لحد هلا 300,000 ما وصلت. هن انكفوا انه يروحوا يشتروا. هاي صوره قناته. رحبني ايش بك، هاي صوره قناته، روحوا كلكم لعندنا نوش انتظروا مشتريات الشيء ان، انتظروا رح يكون نازل فيديو مريم، رح تلاقوه بصندوق الوصف، بعدين مشترياتي يعني. انا اوكي لا ما امي هو شو في شيء لامي، في شيء لامي. ايش دخل امك؟ 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 اندوختوا ولا بتحضروني على البلازما؟ اندوختوا وانا عم ببرم هيك ولا لا؟ انا حابه اغير ستايل، شايفين كيف يعني؟ انا يعني مثلا كنت البس يوف او هيك، فانا حابه البس سبورت شيك، يعني هيك شيء جديد، قميص كذا. تغيير شكل بعد الولاده، قصدي تغيير ستايل بعد الولاده. مو انت صرت تجيب قمصان، فانا حبيت اني اجيب قميص.
ضاقت عينك على نزلت اشتريت كم قميص؟ لا يا روحي والله ما ضاقت عيني، طلعتهم من عيني ما بتشتري انا. انا خلص يا جماعه خلص اوكي. امي امي والله يا جماعه الخير، قبل ما ننهي هذا الفيديو المفروض انا اقرا هاي الورقه لانه ننوش مستحيل ما تضيعها، من شان اذا ضيعتها تحضر الفيديو بتعرف ايش فيها هاي الورقه. والله ما بضيعها هن بيختفوا. يت لا ايش لا انا مالي دكتور لا اقراها. لا انا بحتفظ فيها احسن ما اقراها هون بلا ما تنقرا احسن، بلا ما تنقرا احسن هاي الورقه الحما كلها. طيب هات لشو فيها شغلات ماشي خلينا نفضح الولد بعدين. اوكي يا جماعه الخير لهون بيكون انتهى هذا الفيديو. بنحبكم كثير عن جد، قبل ما يعني صح بنحبكم كثير نحن، بس نحن كثير مبسوطين بانه عم نشارككم هيك اول باول كيف عم يجينا البيبي وكيف عم يكبر وهالامور هاي. التفاصيل كلها هاي بعدين هذول الفيديوهات بيضلوا ذكرى، هذول الفيديوهات بيضلوا ذكرى والله بس يكبر بيقول لي لك حتى على طهوري اعمل فيديو والله وينكم ليسلخ جلدي عن عظمي ابني. شو ضحكي مالنا فيها يا جماعة. هلأ كلنا رح ننتظر بعد هذا الفيديو إن شاء الله المولد تبع كيفن. المولد في مولوية رح يجوا، المولوية بتعرفوهن البيبر مو هيك صح. وفي فرقة أناشيد دينية هي فرحة ما أكثر ولا أقل. بنرجع من أولى نوزع بلباس، ننزل مناسف، بنعمل قصص. حجزت بمطعم كتير كتير حلو بدبي، كونوا جاهزين كلكم لتحضروا الحفلة. بنحبكم كتير، بنشوفكم فيديو جديد. ما تنسوا حطوا لنا لايك واشتركوا بالقناة، اشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لتكونوا جزء من عيلتنا وتروحوا على قناتنا النوش، عرفتوا؟ وانتظرونا وانتظرونا بالفيديو القادم. مو بدك تجيب ده، بدك تتحمل حياتي. 21 يا عم عيال 21 ايش عم نحكي يعني؟ عم طحطح اكسر الكاميرا وعم طحطح ما بدي هون.